اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده ونجم لامع جديد في برنامجكم لقاء فنان. طبعا اليوم راح نستضيف النجم محمد الجوهري. اهلا وسهلا فيك. طبعا مرحب بالفنان. اهلا وسهلا فيك اليوم في برنامجنا. اهلا بك يا دينا، وانا فرحان ان انا معاك النهارده في اولى حلقات برنامج بتاعك. شكرا لك. طبعا بدايه انا راح ابدا يعني بسؤالي. سؤالي، كيف بتميز حالك عن باقي الفنانين؟ انت كفترة قصيرة قدرت انك تتألق وتوصل للجماهيرية والنجومية، كيف قدرت تتخطى وتوصل لهالمرحلة يعني بوقت قصير؟ وكيف هالتمييز بينك وبين الفنانين؟ شو هي الخلطة السحرية اللي بيقولوا عنها يعني بشكلوها؟ هو انا الاول بس احب ارحب بالسادة المشاهدين واقول لهم وحشتوني كلكم، وانا يعني صغير جدا ان انا تميزيني عن كل النجوم اللي موجوده حوالينا. يعني انا اصغر بكتير انك تقولي عليا نجم، في نجوم كتيره وكبيره قوي ما ينفعش اقارن نفسي بيهم. بس بالنسبه ليا والجيلي، برضو جيلي فيه نجوم كتيره، اللي ميزني او اللي يميز شخص عن شخص سواء في الاداء المسرحي او الاداء السينمائي او الاداء التلفزيوني هو الادراك والعلم. مش كل ممثل تلفزيوني درس معهد فن، معهد سينما. مش كل مغني كان بيتدرب وكان دارس ايه حيثيات الغناء وازاي بيدرب نفسه في الفوكاليزم وازاي بيطور من نفسه. هلا انت خبرتنا عن التشكيل السحرية او الفرق ما بينك او التمييز، مين اللي له الدور الاكبر انه يوصلك لهالمرحلة اللي انت فيها؟ مين يعني مين اللي سواء كان اهل سواء كان شخص انه قريب لقلبك او انت بحد ذاتك غيرت حالك ووصلت حالك لهالمرحله؟ هو يعني الفضل لامي في الاول وفي الاخر، بس هو ارادتي. انا لما دخلت في مجال التمثيل درست كل حاجه عن المسرح وعن التمثيل ودرست كل حاجه عن السينما ودرست الاخراج، ولما غنيت وانا مدرك بكل مقومات الغنى. بسم الله. هلا احنا بنعرف انه الفن له مشوار كتير طويل وصعب طبعا، وفيه مشاكل وفيه زي ما بيقولوا انه مطبات. شو المطب اللي اجتك؟ هلا احنا متاخده عنا انه المطبات دائما بتكون العائله، يعني كشخص مبتدئ في الحياه او كشخص فني يعني فنان قدير مثلا، اول ما يدخل لازم يكون في عنده مشكله اللي هي الاهالي. فهل انت كفنان قدير كمحمد الجوهري اهلك كيف كان دورهم، سلبي ايجابي بالمرحله اللي انت وصلت لها؟ والله هم اهلي طول عمرهم دورهم ايجابي معايا منذ الطفوله. لما كنت في المدرسه بلتحق بالمسرح بتاع المدرسه، وبعدين اتطورت بقيت اخش المسرح بتاع الكليه. كانت امي دايما تساعدني ووالدي كان دايما يشجعني. ما كانش في دور سلبي تماما من اتجاه العيله، بس الدور السلبي كان اتجاه المجتمع تقريبا معايا. يعني انا عرقلت معايا الامور كتير، يعني ناس كانت تقعد معايا تقول لي لا يا عم انت مش هتنجح، لا ما تكملش، لا طب شوف مستقبلك، طب ركز في حاجه تانية، هتمثل ايه يا عم، هتغني ايه يا عم، عارفه الاشياء اللي بتصير. شو بتحب تقول لجماهيرك شيء من خلف الكواليس، زي طرفه او زي شيء صار معك يعني من خلف الكواليس؟ مره كنا بنصور في فيلم ودخلت نمت وقعدوا يدوروا عليا ساعتين. الاخراج عمال يدور فين محمد الجوهري، فين محمد الجوهري، والانتاج عمال يدور عليا، وانا نمت في اوضه غير المفروض ان هي تبقى بتاعتي. في الاخر صحيت كنت مرهق اكيد. ايوه ايه صحيح، كنا قبليها بنصور في فيديو كليب فكنت جاي تعبان حتى ما نمتش، وكنا بنصور في بلد تانية، فجيت على طول على اللوكيشن. شفنا بمجلة مكتوب الفنان هاني جوهري بالعيد، هل هي انه راح تطرح بالعيد ألبومك او هي اغنية بسيطة خاصة للعيد؟ هو بس عشان اوضح للسادة المشاهدين، انا اسمي هاني محمد الجوهري، فاغلب الناس بتقول محمد الجوهري المعروف، بس اسمي الحقيقي هاني الجوهري. هو انا الصراحة عامل اغنية، بس الالبوم هنأجله شوية عشان الظروف الموجودة. فهنزل اغنية علشان العيد وان شاء الله تعجبكم وتنور رضاكم. هلا الالبوم يعني هي عاده كم اغنيه يعني انت محضرها للعيد؟ كم اغنيه ان شاء الله ناوي
والله دينا بقى خليها مفاجأة. مفاجأة خلص مشاهدينا. طبعا هلا أنا بتوقف معكم، خلصت حلقتنا لليوم. طبعا أنا كتير بحب أتشكرك وأنا سعيدة بلقائك كفنان قدير مثلك ومشهور. طبعا ومنتمنى إنه الألبوم اللي طبعا راح تنزله يكون مميز زي ما أنت عودتنا. هو أنا كمان سعيد يا دينا إن أنا جيت معاكي في أولى حلقات البرنامج بتاعك، وأنت مذيعة متميزة. شكرا لك، وان شاء الله انا شايف لك مستقبل باهر، وشكرا لكل الطاقم اللي ساعدونا في سواء اخراج او انتاج، وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية باذن الله. طبعا ينعاد عليك. مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام، بتخلص حلقتنا لليوم. تابعونا بحلقه جديده ومع برنامج جديد وضيف جديد. تابعونا.